اليوم نتحدث عن التقاعد. قانون التقاعد يعني موحد ورواتب جيدة، شو يسوي لكم بعد رئيس وزراء؟ وضعكم زين يعني هسه؟ لا والله مو زين. مو زين؟ اي والله حيل، ما يعني الوضع حيل تعبان. يعني احنا عندنا المادة 36 من قانون التقاعد العامة لحد الآن يعني ما مشونا اياها ابد. ما اللي يتضمن شنو؟ تضمن الراتب مالك، خلاها الراتب مالك من رئاسة الوزراء. زين. ايش قد الراتب اليوم اللي يكفي المتقاعد العراقي؟ شي يكلف، شي يكلف، يكفي ما يكفي 600,000. 600؟ اي. لا انت هسه اليوم طموحك وحلمك ايش قد راتبكم يصير؟ انا اذكر ما صار هاشتاج مليون. مليون اريد. اي صار مطلب. نعم. مليون. اي. مليون مو مكلف؟ لا والله مو مكلف. لا بالعكس، ليش؟ احنا 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 تعبنا وركضنا حيل تعب. زين هسه جاك. اي اي زين. شنو حال المتقاعدين بدوائر الدوله؟ شلون يعاملوهم؟ لهم امتيازات؟ طبعا ماكو كل لا امتيازات ولا عبد، كل شيء ماكو لا امتيازات ولا عبد، كل شيء ماكو. انت اليوم عن اي شريحه اليوم اشوف مهم؟ هي كل شرائح مهمه، بما تحدث عن المتقاعد هو كله مهم، لكن منو اللي انظلم اكثر فئه بالمتقاعدين تحديدا؟ العسكري. العسكري؟ اي نعم. ليش؟ العسكري لان لا قطعه ارض. انا حابب اقول المدني، اقول شويه ما 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 راح جابه العدو حارب وهاي. لا بس اذا تقول لي عسكري يعني هاي المعاناه في اثنين. ايوه كان موظف. اي نعم اي فعلا اي صحيح. اها اي زين. يعني شنو معاناه العسكري؟ شنو معاناه ملف العسكري المتقاعد العسكري؟ والله اشتكل كل شيء ما تلقعته ابد. والله احنا تعبانين حيل. ما طاهم قطع راضي خلال هاي الخدمه ولا ابد؟ لا ماكو. زين الانتقال من الراتب الكلي راتب الوظيفه الى التقاعد، شلون واحد يقدر يتعايش مع يعني انقسام الراتب الى اكثر من نص تقريبا؟ شلون يقدر يتعايش ويا الموضوع المتقاعد؟ ايش يتعايش رحمه الله؟ ما يتعايش، ما تقدر تعايش استاذ احمد، ما تقدر تعايش بالامر هذا. شنو الحل هذا؟ والله يم دولة رئيس الوزراء ان شاء الله. شو تقول لرئيس الوزراء اليوم؟ شو نقول له؟ كل شيء ما يريد من عنده بس زياده المليون، كل شيء ما يريد من عنده. اذا السيد رئيس الوزراء اليوم الحالي السيد محمد الشياع السوداني دولة رئيس الوزراء انصفكم راح يصير يمكن اكثر. اي نعم. اكثر دولة. نعم. اكثر رئيس. نعم. محبوب عندكم. نعم اي صحيح فعلا. اي نعم. لانه جميع رؤساء الوزراء ما انصفوكم من خلال. نعم. السابقين. نعم صحيح اي صحيح. اي نعم.